كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس ادعاءات منقولة إعلاميا حول شكاية لإحدى الجمعيات ضد عدد من مسؤولي الوزارة، وأوضحت في بلاغ لها أنه في إطار اليقظة الإعلامية أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، وضعها شكاية لدى رئاسة النيابة العامة أول أمس الجمعة 3 ديسمبر الجاري ضد عدد من مسؤولي الوزارة من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية. الوزارة كذبت هذه الادعاءات خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.